السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقدم لكم حلقة كاملة لزراعة البصل من صعيد مصر. البصل اللي انتوا شايفينه ده بيبقى بصل طبق كبير ان شاء الله. بعدين لازم ولابد وحتما تهوية التربة وعزقها وتركها لفترة علشان نمو الحشائش. الفرق بين البصلة والتانية حوالي 10 سنتي. عايز تغزر براحتك بس لازم 10 سنتي مش أقل من كده علشان البصل ينمو براحته. وبوريكم دلوقتي وهتشوفوا البصل بيتم زراعته. ده بصل بيجاب من السوق، ده مخصوص للزراعة مش للأكل، ولو للأكل مفيش مشكلة منه. بعد كده يتم ردم أو تبتيت البصل جيدا بس مش بغزارة اهو، علشان ينمو في بيئة سهلة. شايفين التربة ما شاء الله عليها، التربة بسموها في الصعيد تربة زرقاء. هم المزارعين ربنا يعطيهم الصحة والعافية. وبوريكم دلوقتي وهتشوفوا اهو التقاوي بيزرعوها، شايفين هم ما شاء الله كتير صغير مختلف تماما عن أكله. ده بترمي بذور صغيرة زي ما سمعت منهم، ده بيبقوا في السوق علشان الزراعة. نلتقي بعد الفاصل، خليك معانا. ورجعنا لكم تاني بقدم لكم حلقات دي علشان خاطر عيونكم، علشان مش مستفيد يستفيد، يكون عنده دراية. ممكن تزرع البصل ده في البلكونة الحابب علشان لا تكبر ان شاء الله الارض مفيدة. نفتح حبك ان شاء الله نجحت. ان شاء الله بصور لكم فيديو عن بات البصل احنا زرعينه جزء تاني، معلش ما تنسوش مننا ده افادة للجميع. شايف المزارع يحط ولا تنسونه من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.